قصة الفئران الثلاثة. يحكى أن في زمان بعيد كان هناك ثلاثة فئران أصدقاء يعيشون معا في أحد الحقول الخضراء الجميلة. كانت الفئران كل صباح تخرج من جحرها حتى تلعب وتلهو في الحقل وتقضي أجمل الأوقات السعيدة فيما بينها، وفي المساء تعود الفئران الثلاثة من جديد إلى جحرها المظلم الآمن حتى تنام به، وهكذا كل يوم. وفي يوم من الأيام شعرت الفئران الثلاثة بالجوع الشديد وبدأوا يبحثون عن طعام في كل مكان، حتى عثروا أخيرا بعد فترة طويلة على جرة صغيرة بها القليل من العسل. وجدت الفئران الثلاثة أن جرة العسل عميقة جدا وبها القليل من العسل، ففكر الثلاثة في حيلة ذكية تساعدهم على الوصول إلى قاع الجرة للحصول على العسل. اقترح أحدهم أن يمسك كل واحد منهم بذيل الآخر حتى يكونوا حبلا طويل من أجسادهم ليتمكنوا من الوصول إلى قاع الجرة، وبعد أن يأكل الفأر الأول ويشبع وينتهي من طعامه يأتي الفأر الثاني ثم الثالث وهكذا. واتفق الجميع على أن يقتسموا فيما بينهم العسل بالتساوي، وأن لا يأتي أحدا على حق الآخر حتى يكفيهم العسل الموجود بالجرة ولا يظل أحد منهم جائع. وهكذا وصل الفأر الأول إلى قاع الجرة، بدأ يأكل من قطرات العسل اللذيذة، ثم فكر قليلا وقال في نفسه: إن العسل الموجود بالجرة قليل ولن يكفينا نحن الثلاثة على أي حال، ولذلك لابد أن أأكله وحدي حتى أشبع أنا على الأقل. وخلال ذلك كان الفأر الثاني يفكر في نفسه قائلا: لو أكل زميلي كل العسل الموجود بالجرة ماذا سيتبقى لي؟ لابد أن أسبقه وأكل أنا كل العسل أولا. بينما فكر الفأر الأخير قائلا: إنني الأخير، ولو أكل الاثنان كل العسل الموجود بالجرة لن يتبقى لي شيء وسوف أظل جائعا حتى الموت. هكذا فكرت الفئران الثلاثة بشكل أناني وشرير، فترك كل منهم ذيل الآخر حتى يسبقه إلى الجرة ويأكل العسل وحده. وكانت النتيجة أن الثلاثة قد سقطوا داخل جرة العسل وغرقوا بداخلها بسبب الأنانية وحب الذات. وهناك حكمة قديمة تقول أن الطمع يقل ما جمع.